السلام عليكم الاخوات ديالي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير، وان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه نتوما وحباب ديالكم والعائلات ديالكم وكل ما عز عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه عالم نوال سابقا وسميه بن حاليا. دونك فيديو جديد كذلك على هذه القناه. هذا الفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم ان شاء الله خرجه في المجال الطبيعي كما معروف هنا في كندا، يعني من بين الامور اللي هي متوفره بزاف هنا المنتزهات الطبيعية. ف غادي نخرج ان شاء الله اليوم دول وليدات البارك، غادي نخرجوهم، والهدف من هذه الخرجة هو اننا نلاقيو الوليدات وميم طون كنتلاقاو حنا البنات مع بعضياتنا، تنحاولوا نضحكوا شوية ونبدلوا الجو ونكتسبوا واحد لا نوفيل انرجي اللي كنحتاجوها، اللي كيحتاجها الانسان بصفة عامة وكتحتاجها المرأة بصفة خاصة. فالمهم ان شاء الله خليكم معنا في هذه الاجواء هذه، ان شاء الله نحاول نصور لكم لو ماكسيموم كيفاش كدوز. المهم غادي يكون ان شاء الله غنتغداو على برا، غنتغداو غادي يكون كسكس كنظن، وغادي نديرو كسكروت. دونك غنحاولوا ندوزو لو ماكسيموم على اكستيريور مع الوليدات، ونخليو الوليدات بيناتهم يضحكوا ويلعبوا ويبردوا غليظهم باش نقوي عندهم الجانب الاجتماعي. كون معايا ما تمشيو فين، نتلاقاو ان شاء الله بعد قليل. صافي عسكي عسكي يا ايمان. دونك انا رجعت لكم البنات، دابا حنايا وصلنا للبارك هنايا، لقينا البنات، تعطلنا شويه على البنات، مي كيما كتشوفوا هو هذا البارك، هو هذا البارك، هو هذا البارك، هذيك هي الطبله ديالنا. دونك جينا باش غادي ان شاء الله دابا راه البنات كيسقيو في السكسو، المهم تتسقي ونوري لكم. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says. كلينا كسكسو، عرقناه، عمرنا الكريشة، ودابا غادي نمشيو نتشمشو. داروا فيا مقلب الدولية التليفون، دابا طالبة على التليفون باش قول لي وانا بعد المقدمه دايره بتليفوني. راه كتنسى الله يستر، الله يستر، الله يستر. شتي عجبت بلا قول الله يستر. ايوا اختي شنو نقول لكم؟ شوفوا هادشي ما يضيعش، تبغي تدري. نعاير فيكم امام الملأ. نجمعوكم. Thank you.
في الخرجه ديالنا سالات البنات، دونك فيديو قصير خفيف ظريف كيعطي بعض الاجواء اللي ممكن الانسان يديرها هنا في كندا، يتجمع مع البنات اللي كيرتاح ليهم، يخرجوا الوليدات يلعبوا اونصومبل ويفرحوا، ويعني يعلموا حتى كما قلت لكم في الاول يعلموا وليداتهم الكوتي السوسيال ويخليهم يشوفوا الناس وداك الشيء ما يخليهمش في الدار يبقاو مغولين. دونك هذا هو اللي كاين. دونك نقول لكم السلام عليكم ان شاء الله، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. مع السلامه.